امرأة عندها حلي ذهب تستطيع أن تؤدي به فريضة الحج، فهل يجب عليها الحج علما بأنه لا يوجد لديها نقودا إلا هذا الحلي الذي تبيعه؟ إذا كانت تحتاج إلى الحلي، إذا كانت تحتاج إلى الحلي فتبقيه ولا يلزمها الحج، لأن هذا من حاجاتها الضرورية. أما إذا كان إنها ما تحتاج إلى هذا الحلي أو فيه كثرة زائدة عن الحاجة فإنها تبيع وتحج. نعم.